تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 228 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 14 طن سلعة مدعمة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 66 طنا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح.